اذا كان اللي قتل واللي حرق واللي عمل خد 5 سنين، انا اللي شاركت اخد 3؟ لو المفروض كان الله عاطله، كان عاطله شهر ومكافئ. اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن قضيه، عشان محدش يقول لي مفيش غير مصر مفيش غير مصر. لا، انا هتكلم عن قضيه حصلت في قطر، الاماره القطريه، ولا السوشيال ميديا كلها بتتكلم عن الموضوع، العالم كله بيتكلم عن القضيه دي، لانها قضيه كوميدي، يعني قضيه فعلا باللغه الدارجه دي مسخره. ايه اللي حصل؟ قطر احنا عارفين انها دوله غنيه تتمتع بثروات طبيعيه غير عاديه، الشعب القطري يمكن من ارفع، وناس بتستمتع بمال ربنا اعطاه لها من خلال الثروات الطبيعيه، فبالتالي ما فيش شك ان كله يتمنى انه يسافر لقطر ويعمل في قطر نظرا للظروف الماديه المريحه جدا فيها. من فتره حصل مدرسه اسمها لورين باتسون، بريطانية متعاقدة في مع مدرسة في قطر. طبعا هناك على فكرة قطر يمكن رقم واحد على مستوى العالم في التعليم، يعني قطر لما نشوف مستوى التعليم فيها لها نمبر وان بأمانة، برضو عشان كل حاجة تنسب لأصحابها قطر رقم واحد. لورين دي مدرسة في مدرسة انجليش في قطر، زي حياة مرفهة وزي ما احنا عارفين، يعني ناس واحدة إنجليزية عايشة في دولة غنية زي قطر بتتمتع بدخل مناسب جدا بيخليها تخرج وتتفسح وتشرب وتسهر شيء عادي جدا يعني. طبعا بتقضي وقتها فين؟ طبعا مش هتنزل في الشوارع، واحدة إنجليزية مش هتنزل في الشوارع، وخاصة ان عندها 23 سنة يعني. فراحت بيسهروا الجماعة الإنجليز اللي زيها كده، بيروحوا فندق اسمه فندق الزيغال في قطر، فندق حتى 7 نجوم مش 5 نجوم، بيسهروا فيه يشربوا ويرقصوا الدنيا حلوة يعني. اتعرفت على مجموعة من القطريين هناك، برضو انت هشوف صورهم، ليها صديق هناك اسمه بدر هاشم خميس عبد الله الجبر من الأثرياء، تعرفت عليه في الفندق وابتدت العلاقات والزيارات تتكرر في الفندق، وبيشربوا ويصهروا ويرقصوا وكده، صديق يعني، ما هو دولة منفتحة. في يوم من الأيام شربوا وصهروا مية مية وخرجوا، وخرجت هي طبعا مع أصحابها وصحباتها، وبكل ما خلصوا من الفندق الإزغال طلعوا، وطلعت هي مع صديقها القطري وخرجوا واختفت. أمها جت من بريطانيا بترن عليها مش عارفة توصل لبنتها، جت بتدور عليها، أصحابها ابتدوا ينزلوا صورها، لها صديق إنجليزي ابتدى ينزل صورها، يا جماعة عايزين نشوف لورين راحت فين، لورين باتروس 23 سنة معلمة اختفت بقالها يومين، اختفت بقالها 3. طبعا الدنيا هاجت، بريطانية في مرض قطر عشان تبقى عارفين يعني قد كده، يعني مش مصر ولا السعودية ولا ليبيا ولا الجزائر، هي قد كده. يدور شمال لمين لغاية ما لقوا جثة عبارة عن هيكل عظم متفحمة للغاية مرمية في الصحراء، سنها يعني بالويم كده قالوا في العشرينات، فراح زميلها أو صديقها راح منزل إن دي 90% هي جثة لورين، وإن تم قتلها وتحرقها. وطبعا الدنيا هاجت، وبريطانيا مش من الدول اللي ممكن تسيب رعاياها كده يعني، لا ده دول عندها زي إيطاليا وزي الناس دي اللي بيحصل كده يخدش لأي واحد من أفراد بلدها في أي دولة، الدنيا بتقوم التحقيقات، وابتدى ياخدوا الحمض النووي مع من أمها ومن الجثة، فعلا هي لورين باترسون وهي فعلا، بس مين اللي قتلها ومين اللي حرقها ومين ومين ومين. طبعا مع التحليلات والكلام ده كله اكتشفوا ان تم كمان اغتصابها، يعني في تم اغتصاب لورين. ابتدى التحليلات وابتدى الشغل، طبعا زميلاتها وصديقاتها الانجليز قالوا اخر واحد خرج معاها هو بدر هاشم خميس عبد الله الجبير، الراجل الاعمال المعروف، هو شاب صغير، هو اخر واحد خرج معاها. ابتدى في التحريات وهوب اتقبض عليه بمواكته ومحاصرته بالأدلة، قال لك أيوة أنا فعلا اللي خدتها. وهي كانت بعت رسالة قبل ما تموت لصديقة بتقول له أنا هسهر مع صديق لي النهاردة وممكن ما باتشي في البيت، فقال أنا فعلا خدتها واقتبتها لغيت أقنعتها أنها تروح عند البيت، وهناك اغتصبتها ثم قتلتها، ثم بمساعد الصديق لي اسمه محمد عبد الله حسن عبد العزيز شالها معايا وودناها الصحراء وكبنا عليها بنزين وولعنا فيها. كل ده عادي،
طب ايه الجديد يعني؟ ايه يا حنفي يعني القضيه اللي انت جايبها دي؟ طب انت بتجيب في مصر اكتر منها يعني. اغتصبها، خطف، اغتصب، حرقها وقتلها، ايه الجديد؟ الجديد لسه ما جاش. المحكمه طبعا، وده شيء لازم نشيد به، المحكمه القضائيه حكمت على بدر هاشم خميس عبد الله الجبير بالاعدام، بالاعدام، وعلى صديقه محمد عبد الله حسن عبد العزيز اللي هو ساعده في نقله وحرقه بثلاث سنين. رغم يعني احنا طبعا لا تعقيب على الاحكام القضائيه، بس احنا بنقول دايما الشريك عندنا حتى في مصر الشريك بيعامل معامله القاتل، يعني لما يكون واحد بيقتل والتاني بيساعده او بيتحاسبوا الاثنين ان هم الاثنين مشتركين في القضيه، كل ده مش مهم. ايه اللي حصل؟ الام طبعا اليسون باترسون جت من بريطانيا وحضرت المحاكمه وقالت دم بنتي يعني كده خلاص، المدام خد اعدام، وكانت معترضه على ان محمد عبد الله اللي هو ساعده في اغتصابها وفي قتلها وحرقها قالت ثلاث سنين، بس مش اشكال مدام الفاعل الرئيسي خد اعدام يكفيني هذا. المحامي بقى بتاع بدر هاشم قال يا جماعه الكلام ده مش مظبوط، انا هقدم استئناف وهقدم وهقدم، وقال يا جماعة ده هي ذهبت بإرادتها لشقة البدر ثم سكرت وابتدت يجي لها حالة من الهيجان وقعدت تكسر جوه الفيلا بتاعها أو القصر اللي هو عايش فيه، حاول يمنعها، زقها على الأرض، كان في سكينة على الأرض جات فيها، نظام أفلام يعني كده، وده ما حصلش حاجة. راح القاضي، وهنا بقى السبب إن أنا جاي لكم يعني بحكي القصة دي، راح القاضي اقتنع بكلامه رغم ان هيئه الدفاع اللي كانت السفاره البريطانيه في قطر جايباها اثبتت فعلا ان تم اغتيالها بعنوه الى بيته، وتم فعلا اغتصابها، وتم بعد كده قتلها، وتم بعد كده حرقها بالادله والبراهين وبالشهود، يعني كامل قضيه كامله. لكن القاضي حكم عليه من اعدام لعشر سنين سجن. بمجرد ما الام عرفت الثاني اللي هي اليسون باترسون راحت رجعت تاني من بريطانيا وراحت وقالت ازاي ومش ازاي، وطبعا الراي العام بريطانيا الانجليزي طبعا خارب الدنيا وازاي ومش ازاي، ده كان في الاستئناف اللي هي خدت اللي خد فيه 10 سنين. المحامي بدر هاشم ما عجبوش الحكم، 10 سنين ليه؟ ده هو بيزقها وهو على السكينه ماتت ازاي؟ راح عمل طعن في الحكم. القاضي حكم بيه بقى، يعني الولد محترف، يعني قال لك لا الاعتراف كان تحت الاجبار وما كانش معاها المحامي بتاعه، والمفترض الاعترافات بتتاخد من المتهم بحضور المحامي، وقطر حققت او السلطات الجنائيه في قطر حققت معاه في عدم وجود محامي ولا يعتد باعترافاته، فجنبوا اعترافاته نهائيا وقالوا ان هو كان بيزقها لما جالها حاله الهياج زقها على السكينه وقعت. طيب المحامي قال كده رغم ان هيئه الدفاع يعني هيئه اللي كانت بريطانيا والسفاره كانت جايباها اثبتت ان الكلام ده مش مظبوط وان فعلا في عمليه اغتصاب وخطف وقتل وحرق، لكن حصل بعد كده نقد للحكم والقاضي راح منزلها من 10 سنين لخمس سنين. يعني انا مش عارف يعني واحد استدرك بنت انجليزيه لبيته واغتصبها وقتلها وحرقها ورماها في الصحراء وفي الآخر إعدام، بعد الإعدام 10 سنين، وبعد 10 سنين 5 سنين. ده احنا بنهزر. محمد عبد الله حسن أبو عزيز واخد 3 سنين زعلان، قال له القاضي خوف القاضي، طب انا ده اذا كان اللي قتل واللي حرق واللي عمل خد 5 سنين، انا اللي شاركت اخد 3؟ لو المفروض كان والله عطله كان عطله شهر ومكافأة. طبعا احنا مش بنتكلم عن احكام القضاء لان احنا زي بنحترم القضاء المصري وبنحترمه وما نقدرش نقول لا تعقيب على احكام القضاء، لكن قطر يعني كان الزياده اوفر قوي، تعرف لما يكون اوفر قوي يعني وزياده قوي، العالم كله بيتكلم، يعني مش انا اللي قلت كده، العالم كله بيتكلم ان ده تهريج وهزار، تهريج وهزار يعني ما ينفعش. لدرجه الامه قالت ايه، انا جبت حتى اعترافات يعني كلام الام اللي قالت الوسائل الاعلام قالت ايه، واعربت الام اليسون باترسون عن شعورها بخيبه الامل وقالت انا متدمره، هذا قضاء معيب، لقد فعلوا ذلك لأن الجاني قطري، أين العدل؟ هذه الجريمة البشعة في النهاية يكون الحكم فيها السجن 5 سنوات. ثم قالت يستطيعون إصدار حكم بالإعدام وتنفيذه على الآخرين، ولكن الجاني قطري فإنهم يفعلون ما يريدون. وأكدت إنها ستصعد القضية إلى وزارة الخارجية البريطانية
لكي تأخذ بحق ابنتها الذي أهدره القضاء القدر. الجريمة دي حصلت على فكرة في الدوحة اللي هي عاصمة قطر. شفت احنا وصل ان احنا القضاء العربي وصل فيه الكلام بالشكل ده. مش عايز اقول مهزل طبعا عشان ما يعني للأسف احنا كلنا عرب يعني. طب بس انا عايز اعرف هي الخمس سنين دي خدها ليه يعني؟ ما هو القاتل ده لا قتل ما قتلش يعني حاجة من الاثنين، لا لا هو قتل ياخد اعدام. ليه بقى؟ لانه ده قتل مع سبق الاصرار والترصد، استدركها خد حتى لو راحت برادتها، بعد كده اغتصبها، بعد كده قتلها، بعد كده نقلها في عربية واحد صاحبه وراحوا حرقوها ورموها في الصحراء. يعني ده قتل مقترن بكذا جريمة. ما هو لا اعدام لا اعدام، ما فيش حاجة تاني، لا اعدام لا اعدام. قلنا خلاص القاضي لم يسترح وجدانه انها ممكن تكون فعلا لما بيكون بيزقها كده وقعت على السكينة، عطاله 10 سنين. ايه اللي خلى بقى من 10 سنين لخمس سنين؟ ايه اللي جد؟ هل السكينة هي اللي غلطت؟ كانت المفروض السكينة ما تكونش كده تبقى كده. يعني الخمس سنين خدها ليه؟ يعني خدها علشان نقلها بالعربية وراح ولع فيها في الصحراء. طب لو هو ما قتلش ياخد 5 سنين ليه؟ لو القاضي حس ان هو ما قتلش، يعني بدر ده مش هو اللي قتل، عطاله 5 سنين ليه؟ ما هو لا قتل اللي ما قتلش، لا نقل الجثة لما نقلهاش، لا حرق لما حرقش، لا اغتصب لما اغتصبش. لكن ده كله ده لو القاضي اطمن كان خد اعدام، ما اطمنش كان خد براءة. الخمس سنين خدها ليه؟ يعني هو عطاله 5 سنين دي مجاملة؟ دي قضية فعلا السوشيال ميديا كلها بتتكلم عنها. ان وانا هقول لكم تاني الكلام اللي قالته لانه فعلا كلام حساس جدا اللي قالته أليسون باترس، وهختم بيه. اعربت الام أليسون باترس اللي هي والدة لورين عن شعورها بخيبة الامل وقالت انا متدمرة، هذا قضاء معيب. شوف الكلام، هذا قضاء معيب، لقد فعلوا ذلك لان الجاني قطري، اين العدل؟ ثم قالت هذه الجريمة البشعة في النهاية يكون الحكم فيها بالسجن 5 سنوات فقط، يستطيعون إصدار حكم بالإعدام وتنفيذه لكن على الآخرين، ولكن لأن الجاني قطري فإنهم يفعلون ما يريدون. وأكدت أنها ستصعد القضية لوزارة الخارجية البريطانية لكي تأخذ بحق ابنها الذي أهدره القضاء القطري. إهانة إهانة، ده كلام لا يصح. ياريت نحاول نحافظ على شكلنا، مش حتى قدام نفسنا بس، حتى قدام العالم. أشكركم.